السلام عليكم خويا، حنا كنقريو وليداتنا في مدرسه حصه المراكشي. هذا العام جابوا لينا استاذه جديده كتقري مستوى الرابع، كتقريهم في اللغه الفرنسيه، كتقريهم واحد المستوى غير لائق بالمدرسه. كتعلمهم كتقول لهم خاصكم ديروا علاقات دابا، كتقول لولدي انا قول لي شكون كتبغي. داك النهار حبست الدجاج، قالت لهم دابا حبست الدجاج مره اخرى غندير شي جريمه. حنا ولينا كنخافوا على ولادنا، ما يمكنش لينا نقراو ولادنا عند الاستاذه هذه، حيت ما يمكنش لينا نخاطروا بولادنا. يلا عندهم 8 سنين، يلا عندهم 8 سنين بيت الرابع. هضرنا درنا شكايه، هضرنا مع المدير، هضر مع المدير سيده مشات دارت بعدا نهار ثلاث، جات معطله ديما بعدا الروطار وكدير الكاسك في ودنيها، كتقول البنات نوضوا تشطحوا، كدير لهم هذيك ديال المهبوله انا غادي في لوطوروت، كدير لهم كتقول لهم، كتقول للولاد غنيو، والبنات كتقول لهم نوضوا تشطحوا بحال الشيخات. واش حنا مصيفطين لك ولادنا باش يشطحوا؟ حنا مصيفطينهم باش يقراو، كون بغينا هاد الشيء ما غنقراوهمش، ما نخسروش عليهم فلوسنا. ماشي حنا كنوضوا في الفصاصات اللي نخدموا على ولادنا باش نوصلوهم، وانت تجي انت الا كان عندك شي مرض سيري تعالجي، كانت عندك شي عقده سيري داواي، ولكن باش تجي تعلمي لنا ولادنا داك الشيء اللي غير لائق. حنا ما غنقبلوش هادشي وما غندخلوش ولادنا عنده. حنا اللي كنطالبوا من وزير التعليم يجيب لنا استاذه، هاد الاستاذه ما غنقريوش ولادنا عنده. جينا درنا شكايه عند المدير، داها النيابه، جات اللجنه، جات مفتشة البارح، جات دارت التفتيش ديالها ومشات. دابا حنا كنطالبوا باللجنه تجي. دارت الشكايه الاولى، ودابا الشكايه الثانيه مشات. وها الشكايات ديالنا ديال الامهات قسم كامل، ها هما الشكايات كلهم بسمياتهم بكنياتهم بسينياتهم ديالهم، الشكايات ديال الامهات. عندنا حنا اللي كنطالبوا من اللجنه تجي تسمع الامهات وتسمع الوليدات. راه هادشي راه عيب، راه حشومه باش تقول لهم غنوريكم كيفاش كيديروا باباتكم وماماتكم في بيوت النعاس. واش هادشي كيقراوه الناس في المدرسه؟ واش كاين شي استاذه كتجي دير الفوضى وتسب الاستاذ بكلام ساقط؟ راه ما يمكنش. راه استاذه خصك تكوني عندك واحد المستوى، تحترمي الامهات، تحترمي بعدا المدير ديالك. ملي كيهضر معك المدير قال لي ثلاث مرات كنلقاها دايره الكاسك وخارجه من القسم، ولكن حشومه. المدير كيهضر معاه ولكن كتسبوه بكلام لا علاقه بالمدرسه. راه قدام رئيس الجمعيه كتسبوه، راه حشومه هادشي. راه ما كاينش استاذه كدير هادشي. راه اساسيده خصهم بدور الاحترام، خصهم يحترموا المدير ديالهم. راه كتقول لهم شي كلام، واش غنقول التسطيه؟ انا حاليا ما بقيتش كننعس، حاليا ما جلست من خدمتي انا على ود ولدي. بقاوش باغيين يقراو عندها ولادي التلاميذ، ما بقاوش ولاو كيخافوا. انا ديك النهار جايه غنهضر مع ولدي بقى كيبكي كيترعد، كيقول لي ماما ما تقوليش ليه، ما تقوليش ليه غتعاقبني. كتقول لهم ديروا عقوبه ديال ساعتين هكا فوق يديكم. واش كاين شي تلميذ غايدير ساعتين هكا؟ راه لا يعقل هاد الشيء. طالبوا من اللجنه تجي عندنا المؤسسه ديالنا دير التفتيش ديالها، تسول التلاميذ، تسول الامهات. كنطالبوا من وزير التعليم يجيب لنا استاذه. ما يمكنش لينا الاستاذه دير شطه طبيه وما نقراوش حنا ولادنا. بغينا من وزير التعليم يجيب لنا استاذه. هاد الاستاذه الا كانت مريضه تمشي تعالج، حيت ما يمكنش لينا حنا كل خطره نبقاو في هاد المعاناه هادو، نجلسوا من خدمتنا ونجيو للمؤسسه. هادشي عمرنا ما عانيناه. هاد المدرسه راه كلشي كيشكرها باش كتعيري التلاميذ ديالنا بالحي ديالنا. راه حشومه هادشي. راه كيقراو عندنا 70 تلميذ، راه 70 تلميذ اللي عندها في القسم كتقري مقسمه الافواج. راه تفوج ما مخليها هكاك. راه كتجي استاذه اصلا كتجي هي من نيف من دارها كتجي معصبه، كتقول لهم انا معصباني عكوزتي، انا جايه معصبه اليوم الا هضر معايا شي حد اليوم غندير شي جريمه. واش حنا مصيفطانك تقري لنا ولادنا ولا تقتلي شي واحد؟ حنا ولينا خايفين على ولادنا، مابقيناش قادرين ندخلوا ولادنا عند هاد الاستاذه هادي. وكتعنا براجلها، كتقول لهم انا عندي ناس واصلين ما عندكم ما تصوروا مني، وقالت حتى المدير هاد الكلمه هادي. كما خويا كان المدرسه ديال حصه المراكشي هي مدرسه زوينه زعما ماشي خايبه، ولكن هاد الاستاذه جات عندنا، جات من واحد البلاصه ديال التقدم. اش نقول لك اخويا؟ شمكاره خويا، ما نعاودش لك بعدا بان اش كدير شي حوايج، كتقول لوليدات شي حوايج. ما نقولش لك زعما داك الامر اللي كتقول لوليدات راه حشومه وعيب. قالت لك الوليدات كيقراو في الرابع،
المستوى الرابع وكيقراو زعما داكشي اللي كتقول لهم لا حول ولا قوه، كتقول لهم داكشي اللي كيوقع ما بينها وبين الزوج ديالها، كتعاود لهم بزاف د الحوايج زعما حشومه حشومه. الوليدات مساكن الوليدات كيجيو كيشرحوا كتقول لهم هاك كيفاش الامهات خاصهم يتمشاو، كيفاش يتحركوا الامهات، زعما الام زعما كيفاش تتمشى في الدار وكيفاش زعما تغري الراجل وكتحيد الطابليه وكتوريهم كيفاش يديروا. حشومه حشومه وعيب. دابا الوليدات ديالنا ما بقاوش باغيين يجيو. شوف دابا شحال ديال الامهات راهم ملهيين مضرقين ما باغينش يجيو يهضروا على ولادهم، راهم راهم عرام ديال الامهات. ولكن هادشي حنا راه نقدروا نهزوا وليداتنا ونديوهم شي مدرسه اخرى، ولكن وليداتنا بلا كون غير ساعدونا وبغاو. دابا المدير ما بغاش يدير معنا، هضرنا مع هضرنا هضرنا بزاف. انت هو قال لكم سيروا ديروا ديروا بها ديروا الاجراءات ديالكم، حتى هو ما بقاش بغاها، حتى هو تهجمت عليه، هو تهجمت على تهجمت عليه وبغى تضربو، حتى هو تهجمت عليه وكتهضر زعما بواحد الطريقه شنو نقول لك استاذه شمكاره شمكاره ما نقولش استاذه ماشي الاستاذه كتهضر بواحد الاسلوب ماشي الاسلوب ديال الدراري، كتهضر معاهم بكلام الفاحش، كتسب كتشتم كتقول لهم الا جاوا عندي والديكم وتشكاو مني وتشكاو من الاداره راني غنفعل لهم ونترك لهم. انا واصله عندي اليد واصله، ما كاينش اللي غادي يتحداني. وهذا الشيء راه حنا طالبنا بالحقوق ديالنا عند المدير، قال لك سيروا للنيابه سيروا لا ما مشيناش النيابه، دفعنا الشكايه عند النيابه لا رئيس الجمعيه دفعنا ليه الطلبات بالسميات والكنيات وهذا الشيء اللي قال لك من قال لك المدير عاوتاني ملي دخلنا هضرنا معاه قال لك غنعطيوها فرصه ثانيه. ما يمكنش حنا نعطيوها فرصه ثانيه وهي كتقول لولادنا الهضره اللي ما تتسواش، وحنا ما ربيناش ولادنا، حنا جبنا ولادنا باش يترباو ماشي جبناهم باش يتعلموا الحوايج الخايبين. الطالب ديالنا هو يشوف لنا شي استاذه جديده للتلاميذ ديالنا، هذا الشيء حنا اللي كنطالبوا. الا كانت هاد الاستاذه غادا تدير لنا مازال غتسبب لنا، ما بقيناش وليداتنا باغيين يقراو، حنا نحبسوهم و شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.